استقر حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة 11 من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرات العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، ويمكن للمتعجلين منهم مغادرة منى غدا في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات الثلاثة. وتوافد حجاج بيت الله الحرام على منى اليوم بعد أن قضوا يوم أمس يوم عيد الأضحى بين رمي الجمرات والطواف بالمسجد الحرام وذكر وتهليل وابتهال لله تعالى بأن يتقبل منهم حجهم.